خرجت اليابان رسمياً من حال الركود الاقتصادي، فالبيانات الرسمية تشير أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم عاد إلى النمو الإيجابي للمرة الأولى منذ 5 أرباع، وخرج من أسوأ انكماش منذ عقود. نعم، أعتقد أن هذه المعافاة صلبة بما فيه الكفاية. كانت فترة يائسة في الأشهر الستة الأخيرة، ثم حصل انتعاش وتحسنت الصادرات. أيضا النمو في اليابان أسرع من أوروبا وأمريكا من نيسان إلى حزيران، وهذا ببساطة لأن اليابان هوت بشكل أسرع، لذا كانت العودة أقوى. إلا أن الصورة تبدو متناقضة، فنسبة البطالة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 5.7% في تموز يوليو، وكان هذا بمثابة ضربة موجعة لرئيس الوزراء تارو آسو الذي يحاول حزبه الحاكم بمشقة اللحاق بالمعارضة في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة يوم الأحد. فيما يتعلق بالبطالة لا أرى أي تحسن، القليل والقليل من الناس وأنا منهم باتوا يؤمنون بالوظائف مدى الحياة. ولتشجيع الإنفاق أعطت حكومة تارو آسو معونات نقدية للعائلات، لكن هذا لم يمنع انخفاض الإنفاق بمعدل 2% هذه السنة. أظن أني أشارك في الاستهلاك، لكني أنفق من مالي الخاص. الدين الداخلي الهائل هو أيضا مصدر قلق، والحكومة الجديدة سوف تحتاج إلى إيجاد طرق لتخفيض هذا الدين في نفس الوقت الذي يتوجب عليها فيه أن تمول مشاريع وعودها الانتخابية.